بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة كان في عندنا رأس مال أودع في الصندوق، وحددنا أطراف العملية اللي عبارة عن رأس المال والصندوق. قلنا القاعدة رقم واحد أنه رأس المال دائن، وبناء عليه كان الصندوق مدين. الآن تعالوا معنا، الآن في أموال في الصندوق، بدنا نبدأ نأسس في المشروع. أول شغلة إيش بدنا نعملها؟ بدنا نشتري قطعة الأرض. تم شراء قطعة أرض لإنشاء المقر أو لإنشاء المقر عليها بقيمة 10,000 دينار نقدا من الصندوق. الآن إيش اللي اشتريناه؟ قطعة الأرض، ها جيد؟ يبقى عندنا قطعة أرض واشتريناها. الأموال من وين أخذناها؟ نقدا من الصندوق. يبقى الآن الأطراف، في عندنا أرض، آسف، في عندنا أرض، وفي عندنا صندوق. طيب انظر الآن، عندنا في علم المحاسبة الأرض في أول محاضرة إيش صنفناها؟ حاول تتذكر. الأرض صنفناها أصول للممتلكات، لما قلنا أراضي أو أرض ومبنى وأثاث وأجهزة ومعدات وسيارات وآلات. الآن في علم المحاسبة بقول لك الأرض دائما اجمعها فسميها أراضي، خلاص ما تقولش قطعة أرض، أراضي. يبقى عندنا أراضي وعندنا صندوق. قلنا الأراضي تصنيفها أصول، قلنا حتى أصول ثابت، لأن أنا بديش التصنيف، التصنيف حيلخبطني. لكن أنا مضطر للتصنيف الآن. يبقى عندي أراضي وعندي صندوق، ما تصنفش الصندوق على الإطلاق، أنا بدي أصنف اللي هو إيش؟ الأراضي. الآن القاعدة رقم اثنين، القاعدة رقم اثنين بتقول إنه الأصول الثابتة كترول زائد سي مدين. الله، يبقى الأراضي إيش؟ على طول الأراضي أصبحت، بشيل كلمة الأصول الثابتة، والله ليش أشيلها؟ يبقى أراضي أصول ثابتة تصنيفها إيش؟ مدين. يبقى صنفنا. طب الصندوق دائن. الله، شايفين الصندوق؟ لو رجعت للمثال السابق هتلاقي الصندوق أجا إيش؟ مدين. لا، لو رجعت لهذا المثال هتلاقي الصندوق أجدان. عشان هيك يا سادة يا كرام، الصندوق ملوش قاعدة. طب كيف ملوش قاعدة؟ الصندوق دائما تابع. إذا قلنا رأس المال دائن يبقى الصندوق مدين. طيب سؤالنا هذا، إذا قلنا الأراضي مدين يبقى الصندوق دائن، لأنه أنا ماليش غير طرفين والحمد لله رب العالمين، طرف مدين وطرف دائن. إذا الصندوق، إذا الطرف الأول حددته الصندوق بيكون التابع. يعني إذا الطرف الأول رأس المال قلنا عنه دائن يبقى الصندوق مدين. الآن في سؤالنا هذا الأراضي، الأراضي طلعت إيش؟ مدين. يبقى الصندوق ما فيش مجال غير إيش؟ غير يطلع دائن. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.